هذا بالنسبة للوقف. أما بالنسبة لتكبيرات الصلاة، مثلا إذا كنا في الركوع جاء شخص ودخل معنا في الصلاة، فهنا لازم يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، التكبيرة الثانية تكبيرة الركوع. فإذا أهمل تكبيرة الإحرام وبدأ تكبيرة الركوع فتعتبر صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام أسلم. سمعت شيخ وإذا جيت أنت توه الإمام راكع، بإمكانك أنك تلحق الركعة، تبغى تلحق الركعة يجوز لك تكبر تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الإحرام. إي بس إي تكبيرة الإحرام، لأن إذا ما كبرت تكبيرة الإحرام تعتبر الصلاة باطلة، لأن تكبيرة الإحرام من ركن من أركان الصلاة. التكبيرة الثانية اللي تكبيرة الركوع تعتبر واجب، والواجب إذا ما جبته تسجد سجود السهو. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير. أرحب.